انضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الغد إيمان جبور. إذن تفاصيل وأبرز ردود الفعل على هذا القرار إيمان، التصديق على بناء 1000 وحدة استيطانية، وكيف يدور النقاش على حول التزام الحكومة الإسرائيلية من خلال وفدها في المشارك في سواء في قمة شرم الشيخ أو في العقبة قبلها؟ نعم، بالفعل لم يمضي أسبوع واحد على لقاء شرم الشيخ الذي التزمت خلاله إسرائيل بأنها لن تقوم بتداول بناء وحدات استيطانية جديدة باستثناء ما تم شرعنته أو المصادقة عليه خلال اجتماع الكابينت قبل نحو شهرين. خلال ذلك الاجتماع طبعا قررت إسرائيل أن تشرعن 9 بؤر استيطانية غير شرعية لم تقم وفق القانون الإسرائيلي، بالإضافة إلى بناء 1000 الوحدات الاستيطانية. ولكن إسرائيل قالت بأنها ستتوقف لمدة 4 إلى 6 شهور عن المصادقة على بناء استيطاني جديد، وذلك في قمة في لقاء شرم الشيخ. ولكن فقط بالأمس، لم يمضي أسبوع على هذا اللقاء حتى أعلنت حركة سلام الآن، وهي حركة إسرائيلية تتابع بناء المستوطنات، قالت بأن اللجنة العليا للتخطيط أعلنت عن مناقصات لبناء نحو 950 وحدة استيطانية في مستوطنات أبرزها بيتار عليت، وهي المستوطنة الأقرب إلى مدينة القدس، بالإضافة إلى مستوطنة إفرات وهي المستوطنة القريبة من منطقة بيت لحم. بالإضافة إلى ذلك، هنالك شرعنة ل4 بؤر استيطانية جديدة. تقول إسرائيل أو تحاول أن تعرض هذا الأمر على أنه توسيع مستوطنات قائمة، وأن هذا البناء يعني أو هذه البؤر هي عمليا أحياء تتبع لمستوطنات قائمة. ولكن الحقيقة هي وفق يعني الحقائق على الأرض بأن هذه بؤر استيطانية غير شرعية، ومحاولة إسرائيل ضمها كأحياء إلى بؤر كبيرة هي مجرد ذر للرماد بالعيون. وهذا يعني لماذا 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 أو مجموعة البؤر الاستيطانية غير الشرعية؟ ما يفهم من هذه الإجراءات أو محاولة ذر الرماد في العيون، خلق مسببات التصعيد سواء عن طريق حملات اعتقال كالتي تمت في الطور في القدس المحتلة، أو إقرار بناء وحدات استيطانية جديدة وخلق مسببات تصعيد في الأراضي المحتلة عموما من دون النظر إلى ما يحدث داخل إسرائيل؟ ما الذي يفهم من ذلك أو من هذا التوجه من حكومة الاحتلال؟ أولا، هذه الحكومة هي معروفة، يعني حين نقول بأن المجلس الأعلى للتخطيط صادق على هذه الوحدات الاستيطانية، هذا المجلس هو تابع للإدارة المدنية. الإدارة المدنية اليوم هي تحت سيطرة كاملة لتيار الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وهو معروف توجهه. بتسلئيل سموتريتش كان قد وعد المستوطنين بزيادة البناء بشكل غير مسبوق خلال فترة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وبالتالي يعني يمكن القول بأن عدم البناء بالمستوطنات هو قد يكون سبب كاف أصلا لسقوط هذه الحكومة، وبالتالي هذه هي أجندة هذه الحكومة. الآن مع تصاعد الاحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي والتفات كل القوى الداخلية لما يحدث داخل إسرائيل، يبدو بأن موضوع المستوطنات همش نوعا ما، حتى أنه لم يذكر تقريبا في الصحافة الإسرائيلية. صحافة التيار المركزي، الصحافة الأساسية، لم تتحدث عن هذا الموضوع، وبالتالي كل ما يخص الوضع الفلسطيني يكون هاما فقط حين تكون هنالك عملية أو يعني وضع أمني قد يهدد أمن واستقرار إسرائيل. بالطبع هذه الحكومة رغم الوعودات ورغم وعودات نتنياهو للمجتمع الدولي، رغم وعوداته لواشنطن بأن لا يكون هنالك بناء استيطاني جديد، لا شك بأن هذه الحكومة ماضية نحو التصعيد وهذه هي أجندتها الحالية. يعني لا يمكن أن نتوقع من هذه القوى اليمينية بأن لا تؤدي إلى تصعيد في المناطق الفلسطينية، هذه هي أصلا أجندتها الرئيسية. شكرا إيمان جبور مراسلة الغد من القدس المحتلة.